إيران تستطيع أن تجتاح كردستان. إيران تعتقد بأنه التجربة اللي حصلت مع مجاهدي خلق أن تتكرر فيما يتعلق في الأحزاب الكردية المعارضة. طبعا بالمناسبة هي أكثر من طرف كردي معارض، وهي أحيانا تكون مجموعات قسم عندها نزح نتيجة للقمع والاستبداد اللي مارسه النظام على كثير من يعني من مكونات الشعب الإيراني. تعرف الشعوب هذه خصوصا في هذه المنطقة اللي احنا نعيش فيها، يعني فيها فراكشنز، فيها مكونات كثيرة الحقيقة. هذه الكومبوننتس اللي يعني هي طبيعية في هذه المنطقة، ويجب أن تكون هي مصدر للتعايش وليس مصدر للتصادم كما يريد هذا النظام في إيران. وأحيانا تركيا للأسف تميل في هذا اتجاه هذه النزعة. ولا أبرئ الأنظمة في العراق وفي سوريا أنه تمارس ممارسات يعني إنسانية مع مكونات شعوبها. لذلك هذا الأساس كثير من اللي حتى بس نعطي فكرة للمشاهدين كيف تشكلت هذه المجموعات. طبعا هي بالمناسبة تشكلت في العراق في السنوات الأخيرة، يعني ما كان لها تاريخ أيام الحكم الوطني في العراق قبل عام 2003 وقبل الاحتلال، ما كان لها وجود. تواجدها يكون قد يكون بسيط أو أعداد، ولكن لا ليست حاملة للسلاح، لأنه العراق آنذاك ما كان عنده تعاون مع هذه المجموعات الكردية. نعم كان قد احتوى مجاهدي خلق أيام اللي احتوت إيران ما يسمى بالمعارضة العراقية. شوف هذا التوازن السياسي. ولذلك عندما حصل الاحتلال، أمريكا الحقيقة ذاك الوقت كانت تعتبر مجاهدي خلق، وتعرف جنابك، منظمة أرهابية، ولذلك حمتهم في بادئ الأمر، ولكن بالتالي أرادت يعني الإدارة الأمريكية آنذاك أن لا تصعد مع الجانب الإيراني، وأن الأحزاب الحاكمة في العراق هي معظمها مرتمية في حضن إيران، جاء القرار بترحيلهم. الآن إيران تريد شيئاً من الحكومة العراقية الحقيقة، وهذا هو موضوع بحث حلقتك هذه الليلة. الأول أنه ليست فقط أن تنزع السلاح من هؤلاء المقاتلين، وإنما تريد إجلاءهم، وهذا بحد ذاته الحقيقة هو عملية معقدة صعبة ليست بالكلام السهل. يعني أنت حتى تجدي ما يقارب الأعداد الآن ماكو تقدير محدد، ولكن أنا حسب استفساراتي من بعض الأخوة المعارضين للنظام في إيران، تعرف إحنا تربطنا كمعارضة عراقية علاقات وثيقة مع كل المعارضين للأنظمة، معارضين النظام السوري، المعارضين في لبنان وكذلك في إيران، ولكن المعارضة الوطنية إحنا ما نرتبط بمعارضة يعني عميلة لهنا هناك. لذلك حدثت أنا مع بعض الأخوة في هذا الجانب، قالوا أعدادهم تتجاوز 10,000، يعني بين مقاتل وبين أفراد، تعرفهم بيهم عوائل بيهم أطفال صحيح. ولذلك هذا العدد ليس من السهل أن تجليه والله بقرار أو برغبة إيرانية، تحتاج أن تهيئ، تعرف جنابك، عملية انتقالهم إلى معسكرات وإلى يعني كامب. هذا الكامب يجب أن يكون مهيئ ليس للنازحين كما يفعلوا، يعني يخرجوهم من هذه الأرض. هاي مسألة فعلا تحتاج إلى تدخل أممي، لأنه لا الحكومة العراقية قادرة، هي نازحين اللي خرجوا بسبب داعش الإرهابي، وأقصد هنا تحديدا أهالي الأنبار والموصل لا زالوا في مخيمات في أحوال بائسة. ولا إيران عندها استعداد الحقيقة، هي أولا لا عندها استعداد ولا عندها إمكانية. النظام الإيراني مفلس، ولذلك إذا انتقلنا إلى الشطر العسكري وهذا الوعد والتزبيد الحقيقة بأنه إيران تستطيع أن تجتاح كردستان، ممكن تجتاح بعض مناطق في كردستان في السهل ولكن ليس في الجبل، وهذا بالتأكيد نعرف قدرة الجيش الإيراني وحتى الحرس الثوري الإيراني. اللي ممكن أن تلجأ لإيران الحقيقة هو استخدام القصف المدفعي، وهذا طبعا مثل ما أنت تفضلت حضرتك، ليس كل الجيوش بالعالم باستثناء جيشين أو ثلاثة وأولهما الجيش الأمريكي اللي يمتلك هكذا مقذوفات أو صواريخ تستطيع أن تخترق قدرة الجبال. وأحياناً، وهي لك للمعلومة، أحياناً عجزت هاي القدرة الصاروخية الأمريكية كما حصل في أفغانستان في تدمير قوات طالبان أنذاك عندما كان القتال مشتد بين قوات التحالف الناتو والطالبان. إذن هذه الإمكانية اللي إيران تحاول أن توصلها أنه عندها قدرة صاروخية وكذا، هي تريد أن تستخدم ذلك ورقة ضغط على حكومة الإقليم وتحديداً في أربيل. ولذلك شيئا فشيئا إذا ربطنا الأحداث اللي تحدثنا فيها، ما يحصل في سوريا الآن تجاه قسد، وما يحصل في كركوك على هذا الخط، وما سوف يكون في اليومين أو الثلاثة القادمة اللي هي ذكرى يعني ذكرى استشهاد مهسا أميني، واللي يتحيى الشباب الإيراني
الحقيقه بتجديد الانتفاضه اللي هي ما توقفت بالمناسبه، لكن اكو تضييق تام عليها. بالتالي تريد ايران ان ترسل رساله انه هذه المظاهرات هي مدعومه من هاي المجموعات اللي قاعد اتحدث عنها، المجموعات المعارضه الكرديه الايرانيه. هذا غير صحيح. الحقيقه على الارض انت لاحظ جنابك انه الشمال الايراني، اقصد هنا يعني مناطق كردستان في ايران، هي خامله منذ سنوات خامله، وما كان عندها اي نشاط في اي تظاهره او احتجاج الا باستثناءات بسيطه في بعض المناطق في سربيل إزهاب او هنا ظهرت بعض القضايا، ولكن اعني يعني في الشمال الشرقي بالنسبه للعراق، الشمال الشرقي لكردستان ما لم تظهر اي مظاهرات حاده وشديده. بالعكس اكو نوع من التفاهم ما بين السلطات المحليه، تعرف نظام ايران هو نظام يعني محلي، نظام بلديات، وهذه المناطق تتحكم يعني بشبه، ما اقول حكم ذاتي، ولكن المسؤولين على المناطق هم من ابناء المناطق تحديدا، ليس كما يحصل في عربستان. في عربستان تختلف القصه، كل المسؤولين المحليين والبلديين هم يعني اسف هذا القول هم فارسيين، ولا يسمح للعرب بالترقي الى درجات محدوده، اكو تمييز عنصري. في كردستان لا تختلف الحاله، لذلك المنطقه الى حد ما خامله انا اسميها، ليس فيها نشاط معارض بشكل واضح.